مرحبا بكم. خلال هذه الدقائق سنقوم بشرح مبسط لكتيب منهج القلاع السبع لحفظ القرآن الكريم والذي أصدرته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المتمثلة بدائرة مدارس القرآن الكريم بسلطنة عمان. وكلنا مؤمل نفسه أن يكون حافظا لكتاب الله متقنا له حق الإتقان وقد طال بنا الأمل ولعله راجع بجانب التسويف إلى العشوائية في حفظ كتاب الله، إذ إن التخطيط مهم إن أردنا الاستمرارية والمواصلة بعد توفيق الله. فتعالوا بنا لننظم هذه العشوائية التي يتبعها البعض منا، ونرسمه في خطة واضحة المعالم. وقبل أن نبدأ في شرح هذا الكتيب، دعونا نتعرف أولاً على فكرته التي جاء بها. الكتيب هو منهج مبتكر. تم اعداده من قبل دائره مدارس القران الكريم يخول لمستخدمه ضبط عمليه حفظه من خلال ارشاده عبر صفحات الكتيب بجدول مهام زمني ميسر ومنضبط يضمن الحفظ السليم للقران الكريم دون نسيانه باذن الله تعالى وذلك لاعتماده منهجيه تحصين الحفظ التي تسمى بالقلاع السبع حيث تقوم فكرتها على تقسيم خطه الحفظ الى سبع قلاع كل قلعة منها مقسمة إلى ستة أيام حفظ، بين كل يومين يوم للتثبيت والمراجعة مع المعلم، فإذا ما انتهينا من أيام الحفظ والتثبيت، فقد انتهينا من حفظ القلعة. كما يتيح الكتيب لنا حرية اختيار خطة الحفظ التي تناسبنا بناءً على مقدار الحفظ اليومي الذي نستطيعه، إذ بإمكاننا اختيار ربع وجه أو نصف وجه أو وجه يوميًا. أو أكثر من ذلك أو أقل، علما بأنه يمكننا الحصول على خطط الحفظ من قبل مدرس القرآن الكريم الذي تدرس معه. بعد التعرف على الفكرة العامة للكتيب، ننتقل الآن لشرح كيفية عمله بصورة مفصلة وواضحة. أولا: بيانات المتعلم. ففي هذه الصفحة، يجب علينا كتابة البيانات المطلوبة منا. وذلك من أجل أن نقيّد مسيرة حفظنا للقرآن الكريم متابعين من قبل معلمينا. ثانياً: أوقات الدراسة. وفي هذه الصفحة يجب علينا أن نقوم بكتابة الأيام التي تناسبنا حتى نلتقي فيها مع المعلم لكي نقوم بتسميع المقرر. ثالثاً: رسالة إلى ولي الأمر. وهذه الرسالة توجه إلى ولي الأمر. لنشكره على حرصه بأن نكون مع المهرة المتقنين البررة، آملين من خلالها أن يطلع ولي الأمر على التعليمات الواردة فيها، يتبعها بإقرار من لدنه على أن نلتزم بما جاء فيها من شروط وآداب، وذلك لأجل الحصول على الفائدة المرجوة من تعلم القرآن الكريم وحفظه. رابعاً، كيف يساعدك هذا الكتيب؟ علما بأن الكتيب يساعد الحافظ على إتقان حفظه باتباع خطة محكمة، تعتمد منهجيتها على مهارة الحفظ والمراجعة والتسميع والتحصين، ففي كل أسبوع أربعة أيام للحفظ، بين كل يومين يوم للتسميع مع المعلم، وفي اليوم السابع مراجعة شاملة لمحفوظ هذا الأسبوع. خامسا كيف تختار خطتك؟ وللكتيب خاصية جميلة، ألا وهي: اختيار خطة دراسية وفقا للفروق الفردية بين المتعلمين، لذلك يمكننا نحن المتعلمين أن نختار الأيام المناسبة لنا بمفردنا لنهيئ نفسياتنا ونرتب جدول أعمالنا حتى نتفرغ تمام التفرغ لحفظ المقرر الذي ألزمنا به أنفسنا. سادسا: كيف تستخدم القلاع؟ بعد هذه المقدمة المفصلة ننتقل إلى شرح جدول القلاع السبع وكيفيه استخدامه وحتى يسهل علينا استخدامه ينبغي لنا اولا اختيار مسار بدايتنا في جدول الحفظ اما ان نختار المسار الاول والذي يبدا يوم الجمعه وينتهي يوم الخميس واما ان نختار المسار الثاني والذي يبدا يوم السبت وينتهي يوم الجمعه فان لم يناسبنا المساران المذكوران فانه يمكننا اختيار مسار اخر على ان تكون مراجعتنا مستمره وتواصلنا مع المعلم أيضًا مستمرًا. خطة الدراسة: وفي هذه الصفحة، القلاع السبع التي تشاهدها، سنقوم بتسجيل الصفحات المقررة لكل قلعة بناءً على الخطة التي نختارها، من أين تبدأ؟ وإلى أين تنتهي؟ بعدها، نقوم بتقسيم الصفحات الخاصة بكل قلعة إلى ستة أيام حفظ؛ حتى يتبين لنا المقدار اليومي للحفظ الذي نسير عليه وبهذا فنحن نمشي على خطط واضحه المعالم فقد رسمنا عدد الاجزاء التي نود حفظها خلال فصل دراسي وقد علمنا مقدار الحفظ اليومي وسجلناه اجمالا وتفصيلا ما بقي علينا الا ان نملا القلاع المعده للحفظ حتى نواصل المسير ونقتبس من كتاب الله الهدي والنور ومع نهايه كل شهر يرسل الى ولي الامر تقرير شهري ليطلع على جهد ولده المبارك فننال منه التشجيع والدعاء ونواصل نحن في التقدم والعطاء وان كان ثمه ملحوظات لدى معلمي القران الكريم ومعلماته سيسجلونها هنا حتى نتجنبها لاحقا فنرتقي بتلاوتنا ونسعد في مستقبلنا متبوعه بملحوظات ولي امرنا ليوجهها الى معلمي القران ومعلماته سواء كانت شكرا او نصيحه مشيرا بها الى تطورات ولده في الجوانب العلميه والخلقية. المراجعه الدوريه وبعد انتهائنا من الاشهر الثلاثه والتي قضيناها في الحفظ والتثبيت والمراجعه للقلاع السبع سيكون لدينا شهر خاص للمراجعه الدوريه لما حفظناه. وهذا ما يشار إليه في صفحة المراجعة الدورية حيث نقوم بالتأشير على كل مرة قمنا فيها بمراجعة قلعة من القلاع السبع للمحفوظ التقرير النهائي وفي نهاية المطاف نحصل على تقييم نهائي مختوما وموقعا نصائح وتوجيهات لحفظ القرآن الكريم وفي هذا البند عشرون نصيحة قيمة ينبغي الأخذ بها لأنها ستعينه بعون المولى على إدراك وفهم الآليات وإتقان حفظها. وأخيرا نهدي لك بعضا مما ورد في فضل تلاوة القرآن وفضل حفظه، وبعضا من آداب تلاوته، فعليك بها، وشمر لأجلها ترقى في سلم الذاكرين وتنل درجات المتقين. سائلين المولى القدير أن يلبسنا تاج الوقار يوم القيامة. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته